السلام على وارث آدم، السلام على وارث نوح النبي، السلام على وارث إبراهيم الخليل. إلى أين ذهبت يا صديقي؟ جفاني النوم من شدة الخوف. حري بيوسف أن يخشوشن ويألف القسوة حتى يشتد عوده وتسمو نفسه. وهل على يوسف أن يبقى في قعر هذه البئر حتى يشتد عوده وتسمو نفسه؟ إن يوسف كحبة الزرع لا تنبت ولا تثمر إلى أن توارى في جوف الأرض. يوسف كحبة زرع توارى في جوف الأرض، تنمو وتتحرر من قيد التراب. أتعني أنني سأخرج ذات يوم من قعر هذا الجب؟ عم قريب، لقد جئت حاملا إليك بشرى الخلاص. أبي يقول إن الدنيا عند المؤمن بمنزلة البئر المظلمة. إذن فالأمر سيان عندك يا يوسف، أن تكون خارج البئر أو داخلها. ضاق صدري شوقا للقاء أبي. إذا كنت قد فارقت يا يوسف أباك يعقوب، فإن حبيبك الفرد ها هنا من حولك. مسكين أبي، ما الذي يجري عليه؟ يجري عليه ما يجري على من كان حديث عهد بفقدان حبيبه. لقد جئت حاملا إليك بشرى الخلاص.